سؤال تاني. السائل الكريم يقول: سيدة أسلمت، أولادها غير مسلمين، تسأل عن الوصية، تعلم أن أولادها لا يرثونها شرعا. ليه؟ لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فاختلاف الدين مانع من الميراث. المانعية حكم شرعي لا ترجع إلى أهواء البشر وأمزجتهم. الشرع هو الذي يجعل المانع مانعا ويجعل الشرط شرطا، فاختلاف الدين مانع من موانع الميراث. لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طب هذه فرغنا منها. السؤال: هل يجوز أن توصي لهم بثلث مالها؟ هل يمكن أن تعطيهم وصية ما عجزت عن إعطائه لهم من خلال الميراث؟ طب هي زوجها مسلم، والذي يظهر أنه هو الوارث الوحيد الآن، كيف يوزع الميراث؟ نقول له: يا رعاك الله، باب الوصية أوسع من باب الميراث. لا حرج أن توصي لأولادها غير المسلمين بما لا يزيد عن الثلث من مالها، فوصية المسلم للذمي جائزة باتفاق أهل العلم. وقد ورد في تفسير قوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قالوا: هذه وصية المسلم لليهودي أو النصراني. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذه وصية المسلم اليهودي أو النصراني. وقد روي عن عكرمة أن صفية أم المؤمنين باعت حجرتها إلى معاوية 100,000. قال لها أخ يهودي عرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى، فأوصت له بثلث المئة. أبى أن يسلم وجهه لله عز وجل وأصر على يهوديته وعلى كفره، فلا يأخذ ميراثا، لكن أوصت له بثلث المئة ألف التي باعت بها حجرتها. ابن قدامة يقول في كتابه المغني: تصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي. وقد روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. وذكر ما روي عن قتادة في قوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا هو وصية المسلم لليهود والنصراني. وروى أيضا أن صفية حين باعت حجرتها من معاوية 100,000 قال لها أخ يهودي عرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى، فأوصت له بثلث المئة. ثم قالوا: ولأنه تصح له الهبة فتصح له الوصية، كما يجوز أن تهب له في حياته مالا يجوز أن تهب له بعد مماتها، كما يجوز في حياتها أن تهب له يجوز لها بعد مماتها أن تهب له. فالوصية عطية مضافة إلى ما بعد الموت، والهبة عطية منجزة في حال الحياة، فما دام قد جاز هذا في حال حياتها يجوز كذلك أن توصي به بعد موتها بإذن الله. لكن التركة عايزة فيها كلام جميل، يعني عايزة تأمل وعايزة تدبر. ما فيش معانا وارث شرع غير الزوج، صح؟ لأن كل الناس من قبلها غير مسلمين، والزوج له النصف، عندها أولاد لكن أولاد غير وارثين، فوجودهم كالعدم، فأصبح لها النصف. لكن السؤال: النصف الثاني يروح فين؟ ده سؤال برضو. أخذت النصف ميراث، أخذ النصف ميراثا، فماذا عن النصف الآخر؟ نقول له النصف الثاني ردا، لعدم وجود من يرد عليهم من العصبات أو ذوي الأرحام في أرجح أقوال أهل العلم. إيه موضوع الرد؟
زيادة في أنصبة ذوي الفروض بالنسبة لفروضهم. الزوج له النصف أو البنت لها النصف، بنتين التلتين، لكن إذا بقيت بقية من التركة وما فيش عصبة فإنها ترد على ذوي الأرحام إذا لم يوجد أصحاب فروض يرد عليهم. يعني أولا نبدأ بالرد على أصحاب الفروض ثم العصبات ثم الأرحام. نبدأ بالرد على العصبات أولا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. واحد عنده بنت وعنده ابن عم مثلا، البنت أخذت النصف، فيش حد تاني من أصحاب الفروض، التركة تذهب إلى ابن عمه بقية التركة، لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب ما فيش عصبات، هل تذهب بقية التركة إلى بيت المال ولا ترجع مرة أخرى لذوي الأرحام إذا لم نجد أحدا من ذوي العصبات؟ لا، ترجع لذوي الأرحام أولى، لأن بيت المال بيأخذ بسبب الإسلام فقط، لكن الأقارب بيأخذ بسبب القرابة وبسبب الإسلام، فاجتمع فيهم سببان للأخذ. تعالوا بنا نشوف إيه قضية الرد. إن الله جل وعلا يقول في كتابه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ورحم الميت أقاربه. ولا تعارض بين هذه الآية وآية الفرائض لإمكان العمل بها، فتلحق الفرائض بأهلها وما بقي يستحقونه بسبب الرحم. أيضا ما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله، تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية. تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية، فقال: وجب أجرك وعادت إليك الجارية، وجب أجرك وعادت إليك الجارية. فرجوع الجارية كلها إليها دليل على جواز الرد، وإلا فليس لها إلا النصف فرضا. أيضا قالوا: الرد على أصحاب الفروض أولى من إعطاء الباقي لبيت المال. عند أصحاب فروض لم يستوعبوا التركة وعصبات مش موجودين، نرد الباقي على أصحاب الفروض، لأن أصحاب الفروض يستحقون الباقي بسببين: الدين والنسب، وبيت المال يستحقوا بسبب واحد وهو الدين. خلي بالك، السواد الأعظم من القائلين بالرد يستثنوا الزوجين، يرد على الدنيا كلها إلا الزوجين. ليه؟ قالوا: الزوج ليس بذي رحم لزوجته، لا يدخل تحت قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لكن آخرين يرون: لا، لما لا نرد عليهم إذا لم يوجد أحد يسبقهم في مرتبة الرد، في مرتبة متأخرة. لماذا جعلناهم في مرتبة متأخرة؟ قالوا: لأن الزوج بيرث باعتبار الزوجية، والزوجية تنتهي بالموت، لكن ذوي القرابة يرثون بالقرابة، والقرابة بقية في الحياة وبعد الموات، وبعد الممات لا تنتهي بالموت. لكن إذا لم يوجد أحد، فمن أهل العلم من قال يرد على الزوجين أيضا، وقالوا: لإني لو حدث ضد الرد العول، لو اللي هياخدوا أسهم زادت أسهمهم عن التركة، فمن دخل النقص على الكل، فما دام قد دخل النقص على الكل يبقى نرجع الزيادة على الكل. الغرم بالغنم. القانون المصري والقانون السوداني أخذوا بالرد على الزوجين كمرتبة متأخرة. القانون المصري المادة 30 يقول:
إذا لم تستغرق الفرض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. ثم قال ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد من أصحاب الفروض النسبية أو أحد من ذوي الأرحام. مرتبة متأخرة بس في النهاية بدل ما يروح لبيت المال يروح للزوج أو لا. وقانون الميراث السوداني أيضا كرر نفس المعنى، إذا لم تستوفي أنصبة أصحاب الفروض التركة ولم يكن هناك عاصب فيرد الباقي على أصحاب الفروض من غير الزوجين بنسبة أنصبتهم. إذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض أو العصبة زي المثال بتاعنا ده أو ذوي الأرحام سوى الزوجين يرد الباقي لهما.